حول قصف قوات الجيش واللجان الشعبية، عدة مواقع في العمق السعودي وصلتنا للتو هذه الصور حول قصف قوات الجيش واللجان الشعبية، مواقع الفخيرة العسكرية في جيزان بالصواريخ، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية ومدرعات. كما أقرت داخلية العدوان السعودي بمقتل عنصري حرس الحدود باشتباكات في منطقة جيزان. جاء ذلك في وقت أطلقت قوات الجيش واللجان الشعبية صاروخا باليستيا من طراز توشكا على قوة المواجب البحرية أكبر قاعدة عسكرية سعودية في جيزان. ونشاهد في الصور التي وصلتنا الآن للتو لقطات لهذا الصاروخ، الصاروخ البالستي من طراز توشكا والذي أطلق على قوة المواجب البحرية أكبر قاعدة عسكرية سعودية في جيزان. وسيطر أيضا الجيش واللجان على مواقع حرس الحدود السعودي في جبل سويلق بعد تدمير عدد كبير من الأسلحة والآليات العسكرية. ومعنا عبر الهاتف من جديد أبو جلال، عضو جبهة الإعلام.